بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم في هذه الجلسة من جلسات منتدى أسبار الدولي، والتي نتناول فيها استعراض لأهمية كتاب ترجم مؤخراً أو أدخل مؤخراً إلى المكتبة العربية. هو كتاب لدينيس ماكويل بعنوان نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري، هذا الكتاب اللي موجود بين أيدينا الآن. معي في هذه الجلسة أسماء أعلام في مجال الإعلام ببعديه الأكاديمي وأيضاً المهني، فهم لا يحتاجون إلى تعريف أكثر مما هم معروفين به. أولهم الأستاذ الدكتور حمزة بيت المال، وهو أستاذ الإعلام وأحد رواد الأكاديمية الإعلامية في المملكة العربية السعودية. أيضاً معانا الأستاذ سليمان جودت، وهو كاتب صحفي وكان الرئيس السابق لصحيفة الوفد. ومعنا أيضاً الأستاذ عبير خالد، وهي من شارك في ترجمة هذا الكتاب، وهي خريجة الإعلام من جامعة لندن، لندن سكول أوف إيكونومكس، واحد المبرزين. ومعنا أيضاً الأستاذ إبراهيم الفرحان، منتج لبرنامج ما لم ترى الذي يقدم على قناة الام بي سي. وأيضاً معنا في الأخير الأستاذ الدكتور عثمان العربي، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في قسم الإعلام، وهو أيضاً من الرواد الذين كان لهم مساهمة في الترجمة إلى اللغة العربية لكتاب سابق لدينيس ماكويل. كما تلاحظون المشاركين معي في هذه الجلسة خليط بين الجانب الأكاديمي وأيضاً الجانب المهني، فسيكون نقاشنا له محورين، المحور الأكاديمي وأيضاً المحور المهني سنتطرق إليه. لعلي أبدأ بالدكتور حمزة بيت المال ليتحدث لنا، وخاصة أن له سابق تجربة في ترجمة كتاب سابق اللي هو نماذج الاتصال لدينيس ماكويل، وأيضاً يترجم يعني يعرفنا بهذا الكتاب وما هي أهميته بأن يدخل إلى المكتبة العربية. تفضل دكتور حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في البداية لازم أقدم الشكر لأسبار على هذه الأيقونة اللي أصبحت أيقونة في تاريخ المملكة العربية السعودية، المنتدى الدولي لأسبار، أثني بالشكر على صاحب الفكرة وصاحب المبادرة زميلنا وصديقنا عزيز الدكتور فهد الحارثي على جهوده وعلى إصراره على أن يصبح هذا المنتدى منتدى متميز وبشكل سنوي. فبالنسبة للمداخلة راح أركز بشكل أساسي على الكتاب اللي اطلعنا على النسخة المترجمة منه، ولعلي أعرج بشكل سريع على دينيس ماكويل. دينيس ماكويل هو يعتبر أحد الرواد في مجال الإعلام، بالرغم أنه خلفياته الدراسية في التاريخ وفي الاجتماع، لكن شكله بعد الدكتوراه يعني استمر في مجال الإعلام. مولود هو في بريطانيا في 1935، قضى معظم حياته في هولندا في أمستردام، وتوفى تقريبا قبل سنتين في 2017، وترك إرث غير طبيعي في مجال نظريات الإعلام بالذات. يعني كان هو مهتم بالنظريات الإعلامية، خريج أكسفورد بالنسبة للدكتوراه، ويعتبر أحد أشهر من ألف في النظريات الإعلام. تتميز مؤلفات دينيس ماكويل بحكم أني أنا ترجمت يعني أحد كتبه في عام 1418 هجري، يعني قبل أكثر من 20 سنة. تتميز كتاباته أو المؤلفاته بالفكر الموسوعي، بحيث أنه هو يحصر أي شيء له علاقة بالظاهرة الإعلامية. ففي الأول طلعت في كتاب سماه باسم النظريات نسخة أولى، بعدين طلع نماذج الاتصال اللي أنا ترجمته، هو يعتبر عبارة عن ملخص لأهم النماذج في أهم النماذج والنظريات في الحقل الإعلامي إلى تاريخ
تأليفه. ففكرته يعني فكرة التأليف عنده أنه هو يعمل على الفكر الموسوعي. الميزة الملفتة للنظر في مؤلفات دينيس ماكويل أنه هو لا يكتفي بذكر النظرية، إنما يضعها في سياق تطور التاريخي والاجتماعي، وهذا ما أعطى له يعني أحد السمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك يعني عنده الكتابة سلسة، وعادة معظم كتبه تستخدم في الجامعات، يعني ما هي معقدة فكريا، إنما يطرح الأفكار المعقدة بطريقة سهلة وبطريقة سردية بحيث أنها تشجع الطلبة. الكتاب كل كتبه تقريبا يعني معتمدة في الجامعات الأمريكية من أيام أنا والدكتور إبراهيم كنا طلبة في أمريكا، يعني درسنا كتب دينيس ماكويل. بالنسبة للنسخة العربية اللي عملت عليها الأستاذ عبير والدكتور باجنين، أولا يعني أحب أقبضهم على الجهد اللي عمل. الكتاب لمعلوماتكم في حوالي 1000 صفحة، يعني أنا من الناس اللي فكرت أني قبل أول ما لأنه عندي أنا النسخة الخامسة منه، وفكرت أني أخش التجربة الغمار مرة ثانية معاه، لكن 1000 صفحة شيء مستحيل أنه الواحد. فما قاموا به الزملاء هو جهد مراكز بحثية وليس جهد أفراد، يعني يجب نحن نعترف. وتوي بسأل الأستاذة عبير فقالت نحن قعدنا سنتين اثنين اشتغلوا معاه، معناته 4 سنوات تقريبا كل واحد سنتين، فنحن نتكلم عن 4 سنوات، وهذا جهد يعني جهد غير طبيعي بالنسبة للفرد أنه هو يتبنى عملية. يعني يمكن أنا قعدت في هذا الكتاب وأقل يمكن حوالي 6-7 شهور، وأنا متفرغ شبه متفرغ له، يعني ما أسوي شيء غير أني أترجم. العملية شوية صعبة خصوصا في مجال النظريات والمصطلحات العلمية ومحاولة تقريبها لما يماثلها في اللغة العربية بحيث أن هي تكون مفهومة. ملاحظة، الكتاب هذا المترجم هي مترجم النسخة السادسة، وأظن هي تعتبر آخر نسخة ألفها قبل ما يموت، مطبوعة في 2010 أظن. فحاول يستدرك طبعا نحن من 2010 إلى الآن، يعني جل التغييرات الأساسية اللي حصلت في النيو ميديا، يعني كثير من الناس بعضهم أرخوا لها بعام 2000 وبعضهم أرخوا ب 2008 يعني بعد الأزمة الاقتصادية. فكثير من يتكلموا عن بصمة النيو تكنولوجي في الحياة الاجتماعية للمجتمعات البشرية بدأت تلف عجلاتها من 2008. هو مستدرك في عنده فصل عمله في الطبعة الخامسة اللي عندي أنا وفي الطبعة السادسة هذه اللي ترجموها، حاول يستدرك بعض الجوانب وخصص له فصل. في الطبعة الخامسة كان حوالي أظن ما يتجاوز 15-20 صفحة، بس في السادسة زاد أظن يوصل حوالي 30-40 صفحة. فحاول يستدرك، هو عنده يعني مدخل، عنده فكرة أساسية في النيو تكنولوجي، يعني هو كان بيجادل، بس أظن الجدلية تبقى لو هو حاضر الآن كان غيرها، كان بيجادل يقول هي ليس للإحلال إنما للمساهمة في تعزيز وسائل الاتصال القديمة. الآن نحن نتكلم عن إحلال، يمكن إحلال شبه تام، وبدأ تدريجيا يعني بالنسبة للنيو تكنولوجي وعلاقتها بالوسائل القديمة. لعلي يمكن في الحوار أعود لهذه النقطة. أوكي. باقي لي وقت والله. لا خلينا. شكرا دكتور حمزة. والآن أنا ودي أسأل الأستاذ عبير، طبعا بعد ما نقول لك شكرا على هذه المشاركة وإضافة هذا الكتاب، وأنا أعتقد أنه يعني الكتاب جيد، وأنا من الناس اللي الآن مقرر على طلابي في مرحلة الماجستير، وقرأت فيه ووجدت فيه يعني أنها ليست مجرد ترجمة وإنما هي أقرب إلى أن تكون تعريب لهذا الكتاب. نريد أن نسألك يا أستاذ عبير أنه أولا لماذا هذا الكتاب، وما هي التجربة وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة؟ حدثينا عن تجربتك في ترجمة هذا الكتاب لكي نعرف إيش يعني ما هي الإشكاليات التي يمر فيها المجتمع العربي في قضية ترجمة مثل هذه الأعمال الرائدة. تفضلي. شكرا دكتور إبراهيم. صوتي واضح؟ صوتي تمام؟ أقرب؟ أوكي. شكرا دكتور إبراهيم على التقديم، وأشكر الجميع على الاهتمام والحضور. لماذا هذا الكتاب؟ أثناء دراستي بكالوريوس وماجستير الإعلام والاتصال في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أوصاني كثير من المختصين والمهتمين في تخصص الإعلام والاتصال بقراءة هذا الكتاب.
عندما كنت أدرس محتوى مواد متعلقة بالجماهير كانوا يقولون لي كتاب نظرية مكوي الاتصال الجماهيري غطى الجانب الجماهيري. عندما كنت أدرس مواد متعلقة بالمحتوى كان يقال لي دينيس ماكويل غطى جوانب المحتوى الإعلامي وتحليلها وتحليل الخطاب الإعلامي برؤية نقدية. عندما كنت أدرس مواد متعلقة بملكيات الإعلام Media Ownership Who owns the media? Is there a media dominance? كان يقال لي دينيس ماكويل كتب عن هذا المجال. وحتى عندما كنت أدرس مواد متعلقة بالبنى الإعلامية Media Infrastructure كان يقال دينيس ماكويل كتب عن البنية الإعلامية، حوكمة الإعلام، مأسسة الإعلام، اقتصادات الإعلام. فلذلك اخترنا دينيس ماكويل. وقتها التقينا أنا ودكتور أيمن باجنيد شريكي في العمل، وهو بالمناسبة يعتذر عن الحضور لارتباطه في مؤتمر في أمريكا. التقينا وطرحنا فكرة ترجمة هذا الكتاب إلى العربية على دار النشر سيج البريطانية، رحبوا بالفكرة كثيراً. أخذنا حقوق الملكية الفكرية وبدأنا بالترجمة. أخذت منا أكثر من عامين، لم تكن سهلة أبداً، كانت تخصصية، كانت عميقة، كان التعريب كما ذكرت يعني يتطلب عمل دقيق ومستدام. فعملنا على الترجمة أنا ودكتور أيمن، وكان شيء جداً مذهل شمولية الكتاب، ولذلك أنا أعتقد أنه من أهم الكتب للمختصين وطلبة الإعلام بالتحديد. بدأ الكتاب بتغطية تاريخ الإعلام، ثم انتقل للإعلام المعاصر، تطور الإعلام، ثم ناقش بنية الإعلام، حوكمة الإعلام وملكياته، ثم طرح قضايا المحتوى الإعلامي، ثم طرح قضايا الجماهير وجدلية الجماهير، وآخر فصل في الكتاب كان حول الإعلام الجديد ومستقبل الإعلام. لذلك هذا سبب آخر لاختيار الكتاب هو شموليته. أعتقد أنه في ميزة أخرى في الكتاب إلى جانب الشمولية تستحق أن تذكر، وهو اتزانه، طرحه الرصين. مثلا في مواضيع الجماهير وجدلية الجماهير يناقش هذا الكتاب موضوع الجماهير من وجهة النظر الإيجابية والسلبية. جماهير الإعلام الجديد، هل هم ناقدين أو هل هم متلقين مغيبين passive consumers؟ لا يطرح هذا الكتاب وجهة نظر أحادية، بل وجهة النظر المتزنة والرصينة ووجهة النظر المتباينة في هذا المجال. فلهذا السبب اخترنا الكتاب أنا وشريكي في الترجمة دكتور أيمن. شكرا جزيلا أستاذ عبير. طبعا يعني في واحدة من الأشياء الملفتة أنه لم يكن هذه هي المرة الأولى التي يترجم فيها لدينيس ماكويل، هذه هي المرة الثالثة، وكلها أعمال تترجم من المحيط الأكاديمي السعودي. قبل أن ننتقل لزملائنا في الجانب المهني، أنا أريد أن أسأل الدكتور عثمان العربي، لأنه سبق وأن ترجم، هو من أول من ترجم لدينيس ماكويل من قبل، فنريد أن نسأل يعني كيف ترى أهمية مثل هذا الكتاب، وما هو دور العمليات الترجمة في إثراء المكتبة العربية في مجال الإعلام؟ تفضل يا دكتور عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيوة، أشكر أصبار لإتاحة الفرصة لي لمناقشة هذا الكتاب وموضوع الترجمة. في الحقيقة كتاب ماكويل يعني أدركت قيمته منذ فترة طويلة، وكنت أول من قام بالترجمة له. كتاب ماكويل يتميز بعدة ميزات حقيقة تجعله رائدا يعني في مجال نظريات الاتصال الجماهيري. ماكويل يعني كان أحد القلائل الذين يجمعون بين المدرستين الأوروبية والأمريكية في البحث العلمي، فلا يقتصر فقط على نتائج المدرسة الكمية والمدرسة الموضوعية أو نتائج مثلا المدرسة النقدية الأوروبية، فكان أحد الكتب القلائل التي تجمع بين المدرستين بشكل كبير. وأيضا كان أحد نقاط القوة في الكتاب أيضا قضية اهتمامه بالجمهور بشكل خاص، والتغيرات التي حصلت على مفهوم الجمهور بشكل كبير، وله آراء يعني كثيرة سابقة لعصره حقيقة في موضوع التغيرات في الجمهور، فلم يعني يقتنع كثيرا بقضية أنه تغير الجمهور فقط كان نتيجة لتغير الوسيلة، وإنما ذكر أن تغير الجمهور حقيقة كان أكثر لكيف نظرنا نحن إلى الجمهور وكيف عرفنا نحن الجمهور. هذا موضوع يثيره بشكل جميل في الكتاب، وأنا أهني حقيقة يعني الدكتور أيمن وأستاذ عبير على اختيار الكتاب والقيام بهذا المجهود الكبير في ترجمته، فأنا أعرف يعني معاناة المترجم الفرد
لأنه يعاني من عدة إشكاليات، يعني إشكاليات المصطلحات، إشكاليات التعريب، إشكاليات الاتفاق على مصطلحات محددة، إشكاليات التمويل، إشكاليات التعامل مع المؤلف ومع الناشر. الحقيقة في إشكاليات كثيرة يعني يعاني منها المترجم العربي، والذي يحتاج في وجهة نظري يعني إلى جهد مؤسسي أكثر منه جهد فردي في عملية الترجمة. شكرا يا دكتور. أنا أعتقد أنه يعني في جلستنا هذه أيضا سعداء بأنه يكون معنا من يجمع بين التأهيل العلمي الأكاديمي وأيضا التجربة العملية في المجال المهني. معنا الأستاذ إبراهيم الفرحان، هو منتج أحد أبرز وأهم المبادرات التلفزيونية في الصحافة الاستقصائية. ما أدري يا أخ إبراهيم، يعني إذا ممكن أنه هل ترون أنتم في المجال المهني في أهمية لتلك النظريات، مع العلم أنه دينيس ماكويل خلط بين الثنتين؟ يعني طبعا أشكرك يا دكتور، وما أدري الصوت واصل. نعم أنا أشكرك يا دكتور، نشكر أيضا مركز أسبار، ونشكر القائمين على ترجمة هذا الكتاب لأنه كتاب جدا مهم. ما في شك أنه ما فيك أنت أصلا تعمل على الميدان إذا أنت ما عندك background أو خلفية قوية لمثل هذه النظريات المهمة. الأهمية في هذا الكتاب أنه أيضا يفيدك تطبيقيا ومهنيا عندما تنظر إلى النظريات اللي قدمها، خاصة في المجال اللي إحنا نعمل فيه في قطاع التلفزيون، وكيف تطور التلفزيون، وما هي الأبجديات والأولويات في طرح أي محتوى حتى تتوجه إلى الجمهور. أيضا نقلنا نقلة مهمة جدا، وكأنه يتنبأ بالنسبة إلى كيف كانت السينما ثم تطور التلفزيون، وكيف ممكن أن ينتهي التلفزيون، وما هو البديل، حتى في آخر يعني تنبؤاته الأخيرة في موضوع السوشيال ميديا، كيف أن موضوع السوشيال ميديا الآن هو قد يتحكم بالرأي وبالجمهور. فما في شك يا دكتور أنه مثل هذه النظريات هي مهمة جدا لنا في الحقل الإعلامي. لعلي أنا بس بعد إذنك يا دكتور، يعني أنا شدني بعض الفصول فيه. عندما أتحدث مثلا عن تأثير الترفيه في قطاع الإعلام أو في قطاع التلفزيون، أنا أذكر تجربة بسيطة جدا. مثلا مجموعة MBC تغيرت مشاهداتها بشكل كبير جدا عندما اتجهت إلى الترفيه، لكن الترفيه الهادف. نأخذ على سبيل المثال بعض البرامج اللي عربت اللي أصبحت معربة زي أرب آيدل، ذا فويس، اكتسبت MBC جماهيرية كبيرة على مستوى العالم العربي، وصار بينها جاب ما بينها وبين القنوات الأخرى. بفعل ما تنبأوا أنه الترفيه مهم جدا في إرسال رسالة إذا كان له أهداف معينة. أرجع أنا إلى تخصصي بعد إذنك في موضوع الصحافة الاستقصائية، وكيف ركز على موضوع المهنية والحرية في الطرح. لم يترك مجال وهو يؤمن فيه بأن يكون على الصحفي أي رقابة أو أي سلطة عليه، وهذا اللي كان دائما يركز عليه، واللي دائما إحنا كصحفيين أو في مجال الإعلام يعني نتمنى أن يكون هذا السقف وهذه الحرية موجودة عندنا. فبالتأكيد كتاب عظيم جدا، وأنا يعني ما أخفيك يعني ما قرأته إلا مؤخرا، لكن كتاب عظيم جدا. شكرا أخ إبراهيم. الآن معنا أيضا يعني الأستاذ سليمان جودة. أنا أعتقد أنه بحكم أنك أنت جاي من جانب آخر من المهنة، معنا الأستاذ إبراهيم من التلفزيون وأنت الآن من الصحافة، كيف ترون في مجال، طبعا هو الآن تداخل الصحافة والتلفزيون في الصحافة التلفزيونية لم تعد التفرقة يعني على مستوى الوسائل، كيف ترون أهمية التأهيل الأكاديمي وعلاقته بالتجربة المهنية في مجال الإعلام؟ تفضل أستاذ سليمان. شكرا دكتور. يعني الشكر واجب أولا للدكتور فهد العرابي الحرثي على هذه الدعوة الكريمة، وأيضا على أنه أتاح هذا الكتاب المهم في المكتبة العربية، لأنه الكتاب أهميته من موضوع الإعلام الذي يمثل الآن تقريبا القاسم المشترك الأعظم في أغلب القضايا المطروحة على الساحة العربية. ما من قضية يتحدث فيها متحدث في هذه الأيام إلا وتجد الإعلام
طرفا مباشر أو غير مباشر فيها. فالكتاب طبعا بالنسبة لي طلبة الإعلام تحديدا مهم جدا، بالنسبة لي المهتمين بالإعلام أهم، لأنه بيجيب على أسئلة كثيرة. هو مثلا يجيب عن سؤال الاتصال الجماهيري، هذا المفهوم متى ظهر وكيف أنه ظهر في بدايات القرن العشرين وارتبط بانتشار الإعلام وقتها من خلال الصحافة المطبوعة والإذاعة والسينما. ولا ننسى هنا أنه هتلر على سبيل المثال استخدم الإذاعة في مخاطبة جماهيره، واستطاع أن يصل إلى ما وصل إليه بغض النظر عن تقييمنا له ولتجربته من خلال الإذاعة تحديدا. فهو هنا يؤصل لبداية ظهور هذا المفهوم، متى ظهر مفهوم الاتصال الجماهيري. نمرة اثنين، هو أيضا يتكلم عن وسائل الإعلام التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم. يعني إذا كنا نتكلم عن الإذاعة أو عن الصحافة المطبوعة أو عن السينما أو حتى عن التلفزيون لاحقا، هذه الوسائل التي تسمى الآن بوسائل الإعلام التقليدية، ما هي الفرص المتاحة أمامها في البقاء؟ هو له عبارة وردت في الترجمة يقول أن وسائل أو تاريخ الإعلام أثبت أن وسائل الإعلام المختلفة قادرة على التكيف وعلى البقاء. وهذه جملة مهمة، لكنني كنت أتمنى أن يضيف بعد كلمة البقاء كلمة التأثير، لأن العبرة في وسائل الإعلام التقليدية ووجودها أو حضورها ليس ببقائها، وإنما بقدرتها على ممارسة التأثير في قطاعات الرأي العام. شكراً دكتور، شكراً أخ سليمان. أنا أريد الآن أن احنا نأخذه ولو بشكل يعني مختصر مع الدكتور حمزة ومع الأخ إبراهيم والأخ عبير والدكتور أثمان والأخ سليمان مرة أخرى، أنه هل لازال هناك اشتباك بين الأكاديميين والمهنيين بأنه الاتهامات التي تأتي دائماً من المهنيين أنه أنتم يا في الأقسام الإعلام أنه أنتم دائماً فقط عندكم نظريات، لكن عندما يأتي على أرض الواقع لا نطبقها؟ دكتور حمزة يعني باختصار هذه عشان نقدر أيضاً وأساساً النظريات ما ظهرت إلا من الممارسة. يعني كثير من نظريات الإعلام هي أساساً يعني ظهرت من ناس ممارسين للإعلام، فهي بتكملها. بس يعني الملاحظين وطبعاً من تجارب في الجامعة وخارج الجامعة اللي هي في نقطة التوصيل بين الاثنين. يعني لو أخذنا نظرية مثلاً حارس البوابة، حارس البوابة هي ظهرت من ملاحظة صحفي كان يعمل في أحد الصحف ولاحظ قضية المواد اللي تمر ومواد الإقصاء، فذكرها بشكل بسيط إنه قال نحن نشتغل كأننا حارسين بوابة للدخول والخروج من النظرية. الأجندة سيتينج أيضاً نفسها هي كلها يعني كلها هي بتأتي من الممارسة، وليس حتى نظرية مثلا انتقال المعلومات على مرحلتين، انت عارف روجر، وهذا كلها عبارة عن تجارب ميدانية لخصت في نظرية. هي الفكرة انه حتى اللي يعمل على فكرة في الميدان هو بيطبق نظرية قد لا يكون يعني شعور بها. يعني مثلا عندنا نظرية الإثارة، يعني عشان تبيع مادة لازم يكون فيها نوع من الإثارة، هو بيطبقها عملية كل يوم، يعرف ايش نقاط الإثارة 1 2 3 ويزرعها في المادة اللي عنده عشان تكون مثيرة. نحن نعرف إنه الإثارة لها دور في يعني في أحد النظريات تتكلم عن الإثارة، التوقيت، يعرف إنه هو لازم ينشر الخبر الليلة لأنه كل ما تأخر يخرب الخبر. فبالتالي عندنا وفي عندنا نظريات تأكدها. إن شاء الله بوجودك حينفكر إيش. فهي الفكرة إيش، إنه قضية يعني هو بس نقطة التماس هي ضائعة. يعني الأكاديمي ما يستطيع استخلاص نظرية إلا من الممارسة الميدانية، وبعد كده يحطها. طبعا مشكلتنا نحن نحب المفردات المعقده يعني جندا سيتنج، ايش هو جندا سيتنج؟ فيعني هذه هي الفكره يعني، بس ولا ما في فرق معي. استاذ عبير، انت يعني لك تجربه مع العمل الصحفي وخاصه في كتابه المقاله، لانه كنت كاتبه في جريده الوطن، كيف ترين انه التاهيل الاكاديمي وله علاقه بالعمل الصحفي من خلال اقترابك من هذه المهنه؟
من وجهة نظري دكتور إبراهيم إنه في تقارب بينهم كثير. مثلا على سبيل المثال في الجانب الأكاديمي عندما يتحدثون عن الإعلام الجديد يتحدثون عن الإعلام الجديد من وجهة نظر إيجابية ومن وجهة نظر سلبية، يذكرون عن الإعلام الجديد من وجهة نظر السلبية نقديا أنه أقل موثوقية، أكثر تجزؤا، أقل حس بالمسؤولية، أي شخص يستطيع أن ينشر أي شيء. إحنا في الصحافة عندما نمارس الصحافة ندرك هذه الجوانب، ولكن قد لا نهتم فيها بالضرورة. كل ما يهمنا في الصحافة هو أن يكون لدينا أكبر عدد من المشاهدين، أكبر عدد من التفاعل، حتى في حال وعينا بالجوانب الأكثر خطورة والأكثر جدلية في الإعلام الجديد. أنا أعتقد أنه عندما يكون الإعلامي متخصص يمارس الصحافة من ناحية التسويق للمحتوى، من ناحية استقطاب الجماهير، ولكن في نفس الوقت يكون لديه وعي كبير وعميق بدوره وبالسياق التقني والسياسي الكبير الواسع للإعلام. حتى لو مارس الممارسات التي يمارسها المهنيين فقط، يكون الأكاديمي مدرك بشكل أو بآخر للجوانب والمخاطر التي المتعلقة بالمنصات الإعلامية، خصوصاً المنصات الإعلامية الحديثة، وبالنقد الأكاديمي الواسع لها والذي قد لا يتطرق لها الإعلام الجديد ولا التقليدي. فقط هذه المشاركة. أخ إبراهيم، أنت أتيت من التأهيل الأكاديمي، وهل يعني دائما من واجه ناس يعملون في المجال المهني في مجال الإعلام ولم يكونوا مؤهلين أساسا، ودائما كلامهم أنه إحنا نستطيع أن نعمل لم نفد، يعني هل البعد الأكاديمي والتأهيل العلمي لك في مجال الإعلام تعتقد أنه كان له قيمته المضافة في إنجازك للإنتاج في الصحافة الاستقصائية؟ ما في شك يا دكتور. يعني احنا ناخذ على سبيل المثال، بعطيك تجربتي بشكل سريع وهي يعني تصف الاهتمام اللي انت تذكره. انا مثلا لما طلعت ادرس الماجستير في جامعه نيويورك كان عندي خبره في انتاج البرامج 6 سنوات، فبالتالي لما انا درست كنت طبعا انا عندي ايضا البكالوريوس من جامعه الملك عبد العزيز اعلام، لكن بعدها طبقت 6 سنوات. لما طلعت ادرس الماجستير حسيت نفسي انه انا فعلا استفيد، لانه التأهيل الأكاديمي مع التطبيق جدا مهم جدا. كنت هذيك الأيام أدرس لكن أعمل في الأمم المتحدة كموفد القناة NBC، فكان يفيدني كثير. حتى المواد اللي أختارها كنت أختارها للشيء اللي راح يفيدني في الميدان ويكسبني معرفة أكثر. لكن إذا تيجي بتقول لي أنه في أي شخص من جامعاتنا اليوم يتخرج من في قسم الإعلام وتبغى على طول تنزله في الحقل الإعلامي أو الصحفي وراح يبدع ويترجم هذه النظريات، لا أعتقد أنه التدريب مهم جدا. لابد أن تتحول أقسام الإعلام عندنا إلى شيء نظري مع تطبيقي، وهذا المهم. اللي لو أنت درس اللي يدرس في أمريكا وشاف ما في أقسام الإعلام كلها، أنت تدرس نظري تطبقه، لازم تطبقه، كله معتمد على البروجكت. أنه اليوم مثلا عندك شيء لازم أنت تطبقه على 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 الميدان. فما في شك إحنا ما نبغى نقول أنه الأكاديمي غير مهم، بالعكس مهم جدا، لكن بدون ممارسة حقيقية لما تدرسه في النهاية المنتج راح يطلع يعني بشكل غير مهني ودقيق. شكرا أخ إبراهيم. أنا ودي أرجع للأستاذ سليمان بحكم أنك أنت كنت رئيس تحرير، هل يدخل عامل التأهيل الأكاديمي في المجال الإعلام كأحد العناصر في المفاضلة بمن تريدون أن تستقطبون للعمل سواء الصحفي أو في العمل الكتابة؟ هل هي كانت معيار ولا تتجاهلونها؟ لا طبعا، يعني هذا محور مهم في العمل الإعلامي، ولكنه للأسف يجري تجاهله في هذه الأيام، لأنه جاء وقت على الإعلام. أتكلم عن مثلا القاهرة تحديدا، أطلق على الإعلام أنه مهنة من لا مهنة له، بمعنى أنه إذا كان حد مش لاقي شغلة يروح يشتغل في الإعلام. طبعا ده كان فيه تعميم، ما كانش بالضبط دقيق، لكن ده كان نتيجة ممارسات خاطئة
كثيرة ظهرت في أثناء الممارسة الإعلامية سواء المرئية أو المطبوعة، ولكن هذه الممارسات لم تكن بالطبع تبرر هذا التعميم في إطلاق هذه العبارة، لأني أراها عبارة متجاوزة وتعمم أكثر من اللازم وتقع في خطأ التعميم. الفكرة أنه دائما التأهيل لا غنى عنه لكل من يريد أن يعمل في الإعلام، وإذا كان الشخص غير مؤهل فهو شخص لا يقف على أرض ثابتة ويمارس ممارسة عشوائية تضر به وتضر بمجتمعه الذي يخاطبه. وبالتالي نحن الآن عربيا في حاجة إلى أن نعود إلى فكرة التأهيل بالنسبة للذين يريدون أن يمتهنوا العمل الإعلامي، لأنه لسنوات سابقة كانت هناك أعداد غير قليلة التحقت بهذه المهنة ولم تكن مؤهلة وأساءت وهي تمارس لنفسها ولمجتمعها. شكراً يا دكتور حمزة. باختصار قبل أن ننتقل لذا دكتور، يعني آخر زيارة أنا وقفت أمريكا يمكن قبل 7-8 سنوات، الأقسام الأكاديمية حاولت تستدرك الأقسام العلمية في الجامعات، معظم أو بعض الجامعات الأمريكية بدأت تستدرك الفجوة بين الممارسة وبين الأكاديمية. وفي كلية والتر كرنكايت في جامعة أريزونا عينوا رئيس تحرير سابق رئيس لقسم الصحافة في الجامعة، فكانت هذه تعتبر من المرات الأولى، لأنه ما عنده البكالوريوس لكن عنده خبرة حوالي 40 سنة في رئاسة تحرير الصحيفة، فعين رئيس لقسم أكاديمي في الجامعة. بس حبيت أضيف هذه النقطة. تسلم دكتور عثمان. دائما يتهموني أنا وياك أن إحنا مجرد ننظر، ولا لأنه أنا وياك الوحيدين يمكن اللي ما دخلنا في المجال العمل المهني. نعم. فأنا ما أبغى رد، أنت اللي رد عليهم. طبعا تعليقي أول شيء إن أعتقد أنه يعني الفجوة الكبيرة اللي كانت موجودة بين الأكاديمية والممارسة لم تعد. طيب كيف نردم هالفجوة؟ هل في مجال؟ أتوقع أنه الآن يعني في تقارب كبير. أتوقع أنه يعني خليني أخذ مثلا على مجال الممارسة بالعلاقات العامة مثلا، نتكلم الآن عن وجود مثلا المتحدث الرسمي. قبل سنوات ما كان في شيء اسمه متحدث رسمي، وكنا ننادي إحنا في الأكاديمية بضرورة وجود متحدث رسمي يتحدث باسم المنشأة ويشرح وجهة نظرها وكذا، سواء كان في القطاعين العام والخاص. يعني أهمية وجود رجل اتصال يعني وسيط بين المنشأة والجمهور، كنا ننادي هذا الكلام لمدة 30 عام. الآن أدركنا وأدركت كثير حقيقة من المنشآت بأنه بأهمية وجود هذا المنصب، وجود المتحدث هذا ليشرح للناس ما الذي يحدث ويكون فعلا هو حلقة الوصل بين الجمهور والمنشأة، سواء كان في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. فالقطاع الخاص لم يعد معزولا عن الرأي العام، وفعلا ترى ممكن حملات مقاطعات الآن موجودة الآن في ظل الإعلام الجديد يتعرض إلى مساءلة يوميا. فأدركت الناس الآن إنه أهمية الكلام الذي كنا نقوله في الأكاديمية، فلم يكن كلاما أكاديميا وإنما كان يعني كلاما مهما في مجال التطبيق. هذا متعني. شكرا دكتور عثمان. الآن ودنا نفتح للأخوة الحضور من له مداخلة أو له تعليق على هذا في هذا. تفضل. السلام عليكم. صالح بطيش. ودي أعقب على الكلام الأستاذ سليمان جودة عندما تكلم عن تأهيل الإعلاميين. الآن الإعلام له فروع، إعلام سياسي، إعلام عسكري، إعلام اقتصادي، فهل تؤهل الإعلامي بحيث يكون عنده ما يسمى دبل ميجرز، تخصص مهني مثلا اقتصادي ويأخذ مؤهل آخر في الإعلام، أو أنه بس يكتفى إنك تؤهله في الإعلام؟ هل ممكن أن يقف على الأرض صلبة ويكتفي بالتأهيل الإعلامي ويروح ويطلع يتكلم في الاقتصاد ويتكلم في العسكرية ويتكلم في السياسة؟ فما أدري إيش تعليقك عن هذا الجانب. طيب أنا أريد أن يعني نجمع كل الملاحظات وبعدين نجيب عليها مع بعض بدل ما يكون على واحد واحد.
فيه من تعليق أو سؤال أو استفسار أو الأخت هناك. أيوة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إرادة صفرجي، وأنا يعني أنا مرة مبسوطة اليوم، يعني أغلب المتحدثين زملائي في القسم، ومرة استفدت حقيقة من هذه الجلسة. طبعاً النقطة اللي أنتوا تكلمتوا عنها حقيقي من أكثر الأمور اللي أنا أحارب من أجلها وأعاني منها من يوم ما دخلت تخصص الصحافة عام 2008 في جامعة الملك عبدالعزيز. طيب عندي يعني في تعليق قالوا دكتور حمزة أنه ممكن الناس اللي يكونوا في المجال المهني ممكن يجوا يعني ممكن يجوا يصير رئيس قسم. طيب رئيس قسم لقسم الصحافة، هذا الشيء الفكرة ممكن تنفع تكون في أمريكا، لكن من وجهة نظري الشخصية في السعودية أبداً ما تنفع. حقول تعليقي بعدين حسأل السؤال بشكل سريع. من خلال يعني أنا أعتبر بدأت يعني تقريباً لي 12 سنة من خلال دراسة وخبرات عملية قصيرة في مجال الإعلام، دائماً الشخص اللي ألاقي نفسي أستفيد منه جداً وأتعلم دائماً أقول إيش الشيء فيه مميز، أرجع ألاقي هذا الشخص البكالوريوس حقه إعلام متخصص. جربت أني أنا مع ناس يعني أسماء كبيرة مهنية، لكن حقيقي ما ألاقي أنه بس مجرد شو أوف استعراض، ما يعني نادراً ألاقي أحد من جد أستفيد منه. فأنا من الناس ما علي أقول كلمة زي كده متعصبة جداً للتخصص، أنه الناس يكونوا المتخصصين. من الأسباب يعني هذه وجهة نظر شخصية برضو حب أضيفها، من الأسباب أنه الناس اللي يكونوا متخصصين في مجال الإعلام، معلش عشان أنا مرة متحمسة للموضوع يعني كذا نقطة ذكرتها، حتكلم خاصة في الشطر النسائي أنه البنات الطالبات يتخصصوا التخصص ده وما يشتغلوا فيه، فيخلوا الناس اللي مو متخصصين يدخلوا فيه ويمارسوا يعني ممارسات غير صحيحة فيه، فتصير فوضى زي ما ذكر أستاذ سليمان جودة. أتفق جدا مع كلام. آخر أحب أختم تعليقي بسؤال، كيف ممكن نرد على هذول الأشخاص اللي دائما ما يؤمنوا بأهمية تعليم الإعلام؟ دائما كثير يقولوا شوفوا مر ممارسة، كيف أقدر أرد عليهم رد يكون يعني منطقي وقوي وعملي في نفس الوقت إنه نحن نحتاج ندرس هذا التخصص؟ شكرا. في أيضا من تعليق من ذا الدكتور رياض. شكرا. رياض نجم ملتقى أسبار. يعني أمام هذه الهامات الإعلامية الكبيرة، أود يمكن أن أطرح سؤال على يعني عليكم الدكتور إبراهيم وباقي المتحدثين في هذا البانل. الآن يعني في مفهوم جديد في الإعلام الجديد قال الإعلام المواطن citizen journalism. طبعا هناك حسنات وسيئات لهذا يعني النمط الجديد من الإعلام. يعني ما رأيكم، هل هذا سيصبح هو السائد في التأثير على الجماهير، أم أن يستمر ويبقى الإعلام التقليدي هو المؤثر بشكل أكبر؟ طبعا هناك أكيد كثير من العوامل تؤثر على الجانبين، ولكن يعني أيهما الذي تعتقد أنه سيسود بشكل أكبر في المستقبل؟ تفضل. هنا 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 تكون هذه إن شاء الله آخر مداخلة عشان نعطي الأخوة. طبعاً أثبتت الأحداث الأخيرة إنه الإعلام لم يعد السلطة الرابعة، أصبح القوة الرابعة. إذا تمتلك القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية ولا تمتلك قوة الإعلام فأنت متراجع بشكل كبير. يعني في المنطقة العربية الآن ثبت فعلياً إنه الإعلام إحدى ركائز القوة الناعمة في صراع القوى الإقليمية بين طهران وأنقرة والرياض والقاهرة وتل أبيب. الإعلام رجح كفة بعض الدول رغم أنها لا تمتلك الوزن السكاني ولا البعد الثقافي ولا البعد الاقتصادي، إلا أنه استطاع الإعلام أن يضعها على خارطة السياسة وتنجح فيها. السؤال هو ما نعاني منه في المملكة العربية السعودية في الأحداث الأخيرة في التلفزيون، ضعف وجود الأسماء السعودية المؤثرة في مخاطبة الآخر سواء باللغة العربية أو بالفرنسية
أو بالإنجليزية، وأثبت فعليا إنه الشاشة لا زالت سيدة المشهد حتى لما تتعامل مع وسائل التواصل. النقطة الثانية، أنا أعتقد نحن نخطئ كثيرا عندما نعتقد أن هناك تنافس بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. أنا أعتقد القناة الذكية هي التي تتعامل أن هناك تكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. شكرا جزيلا. في الأخ هناك، شفينا عبد العزيز، وباختصار علشان أبدأ. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر صراحة منتدى أسبار، وشكر أيضا للدكتور فهد العرابي على هذه الجلسات الثرية صراحة. أخوكم عارف الديابي مختص في العلاقات العامة. سؤالي صراحة بالتحديد للدكتور حمزة بيت المال، وهو جدلية الممارسة للعلاقات العامة. الكثير من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة يختصر العلاقات العامة في ودع استقبل إصدار مثلاً الحجوزات الفنادق، إصدار البطاقات الصحفية، علماً أن التناسى له دور رئيسي هو العلاقات العامة، اللي هو بناء اللي هو الصورة الذهنية للجهة. فأتمنى الدكتور حمزة بيت المال يفيدنا في هذا الرسالة. شكراً جزيلاً. أنا الآن سأعود إلى الزملاء اللي معي في الجلسة وأعيد بعض الأسئلة، يعني تطوع في أني أحدد من هو المناسب لهذه. نبدأ بك يا دكتور عثمان في قضية التأهيل. يعني أحد الزملاء هنا سأل اللي هي قضية أنه التأهيل تبعت يعني وفقاً للتخصص، كيف يتم تجاوز هذه الإشكالية؟ يعني لا يمكن أن نأتي بإعلامي يعرف في كل المجالات، فإحنا نريد في السياسي ولا الإعلام الصحي ولا الإعلام الرياضي ولا الإعلام الاقتصادي ولا الإعلام، كيف يمكن حل هذه الإشكالية من وجهة نظرك يا دكتور عثمان، وبحكم أنك أحد أعمدة أقدم أقسام الإعلام في المملكة؟ طيب، يعني الإجابة في الحقيقة يعني ذات فرعين. الفرع الأول أنه الإعلامي بطبيعته ليس متخصصاً، ولو كان متخصصاً لا يستطيع أن يخاطب إلا متخصصين فقط. طبيعة الإعلامي أو عمل الإعلامي هو تحويل المادة المتخصصة إلى مادة سهلة مقروءة من قبل الجميع لكي يستطيع أن يفهمها. ولذلك يعني قضية التخصص الدقيق جداً هذه قضية يعني صعبة شوية على الإعلامي. ثانياً، هذا يعني لم يمنع حقيقة أقسام الإعلام حتى الحالية الموجودة الآن من أن تعطي المجال لكثير من الطلاب الآن في خططها الجديدة الآن أن يتخصص في تخصص فرعي يختاره يكون قريبا من هذه التخصصات، قد يكون في السياسة، قد يكون في الاقتصاد، قد يكون في حسب رغبته هو. لكن أنا أيضا يعني أريد أن أؤكد على أنه لن تجعل منه اقتصادي، يعني هالمادتين وثلاث مواد وأربع مواد لن تجعل منه اقتصادي، لكن على الأقل يعرف يلم ببعض المصطلحات الاقتصادية أو السياسية أو الرياضية لكي يقوم بشرحها للجمهور. أعتقد هذا السؤال يعني. شكرا يا دكتور. نرجع لك يا دكتور حمزة في قضية أنت أثرتها، في قضية أنه تجربة جامعة أريزونا ستيت والاستعانة بالصحفي، هناك من تعارضك في الرأي وتقول إن نفعت في أمريكا فلن تنفع في الرياض. والله يفترض أنها هي تكون واحدة، يعني التعليم الإعلامي يعني يجب أنه هو يكون واحد. يعني فعلا هي الأقسام الآن حلت الإشكالية، عندنا 6 ساعات تقريبا في كل قسم اللي هي نسميها الساعات التطبيقية هذه، وست ساعات يعني يعتبر فصل دراسي كامل يدخل فيه. راح أعدي بشكل سريع كده على تعقيب على قضية التأهيل اللي يمكن تحدث عنها. هو التأهيل نحن نتعامل معه من منظورين. أقسام الإعلام عادة يعني المعادلة الجديدة حقتها يسموها 80-20، 80% من المواد عامة في العلوم الإنسانية و 20% في تخصص الإعلام. هذا شق. الشق الثاني في أنا أسميها مرحلة استدراك. الاستدراك بمعنى أنه إذا كان هو إعلامي وراح يعمل في مجال اقتصادي يأخذ دورة في الاقتصاد، وإذا كان اقتصادي وراح يعمل في المجال الإعلامي يأخذ دورة في الإعلام. فهذه هي المعادلة التصالحية الآن بين التخصصات اللي ذكرت، سواء كان سياسي أو طبي أو عسكري وهنو مجرى. فهذه يعني تقريبا معادلة تصالحية أسميها أنا في التخصص. شكرا يا دكتور حمزة. أخ إبراهيم،
ظهرت الآن مصطلح الإعلام المواطن، وإعلام المواطن كل اللي يحتاج له اللي هو جهاز من الهواتف الذكية، ولا عاد يحتاج لكم يا أصحاب الصحافة الاستقصائية يعني. طبعا ما في شك أنه هي مرحلة جديدة ومؤثرة، ويعني نكون صريحين يعني هي الآن اللي تؤثر على الرأي العام بشكل سريع، بالإضافة إلى أنه هو السبق الصحفي الآن. اليوم أنت لو تشوف سواء القنوات التلفزيونية أو حتى الصحف المحلية يجيها الخبر بعد 10 دقائق من فين؟ أو بعد دقيقتين من فين يجيها؟ من مواطن صور هذا الحدث ونقله، وبالتالي تلقفته وسائل الإعلام الأخرى التقليدية. لكن يبقى شيء واحد مهم جدا وهي المصداقية والموثوقية. تظل المؤسسات الكبيرة الإعلامية لا زال لديها المصداقية والموثوقية، ونشر الخبر الصحيح الذي لابد أن يعني تتمسك به. لكن في ظاهرة ثانية الحين احنا طالع عندنا، وهي مثلا نجوم السوشيال ميديا سنابرز، هل ممكن احنا اليوم نسميهم انه هم صحافة مواطن ولا لا؟ اليوم حقيقة هم اللي يقودون الرأي العام. اليوم لو عندك مؤتمر مهم او عندك مكان او شركة معينة ما يزهموني انا كإعلام تقليدي علشان اجي اغطي لهم، عندهم يجيبون لهم واحد سنابرز مشهور ويغطي لهم، عندهم أفضل. لأنه ليش؟ لأنه يوصل للشريحة اللي هم يستهدفونها أو اللي يبغونها. لكن تظل صحافة المواطن تجربة جدا مهمة، لكن في بعض البلدان وأنا أعتقد أنها بدأت تتخذ بعض الإجراءات القانونية حتى تستطيع أن تحد من نوعية الإشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة. لكنها تجربة مهمة جدا، وبالتأكيد حيدت كثير من تأثير الإعلام التقليدي، يعني ما فينا احنا نتجاهل هذا الموضوع. شكرا أستاذ عبير. يعني اريد ان اوجه لك السؤال هذا حول قضية صورة المملكة في الخارج، وفي قضية انه هل لدينا حضور، بحكم انك انت عشتي درستي ما شاء الله البكالوريوس والماجستير كلها في خارج المملكة، هل رأيتي أنه في هناك تقصير وكيف يكون إمكانية تجاوز هذا التقصير، ولا هل نحن نبالغ ولا في الحضور للمواطن الغربي يعني في تحسين الصورة؟ أنا راح أجاوب على هذا السؤال دكتور إبراهيم جواب مختصر، ودي كمان أنت تضيف إضافتك لأنه قرأت لك كثير في هذا المجال الصورة الذهنية السعودية الوطنية، ودي كمان نسمع منك. أنا أرى أنه الإصلاحات اللي صارت مؤخراً في السعودية مع طلاق رؤية 2030 والإصلاحات الاجتماعية بما فيها تمكين المرأة ساهمت بشكل كبير جداً في تحسين الصورة الذهنية عننا وفي كثافة الأخبار الإيجابية مقارنة بالأخبار السلبية آخر 4-5 سنوات. فهذه قفزة نوعية وشيء جميل، وفي تطور ملحوظ في هذا المجال، كسرت اهتمام وتخصص السعوديين في هذه المجالات الإعلام والاتصال والصورة الذهنية يحسن من الموضوع. في جوانب إيجابية كثير، لست متشائمة أو سلبية فيما يتعلق بالصورة الذهنية لنا في الإعلام الخارجي العالمي والغربي على وجه الخصوص، لكن أكيد في مجالات للتطوير مستقبلاً، ولا أعتقد أن صانعين السياسات تفوتهم هذه. أرى أننا نمضي في الطريق الصحيح في هذا المجال في تحسين الصورة الذهنية لنا، ودي أسمع كمان جوابك وإضافتك على هذا السؤال. أوكي. أنا بسأل الأستاذ سليمان في قضية منصات التواصل الاجتماعي وكيف أنها أصبحت ما يسمى بصحافة المواطن ودورها وتأثيرها، وللأمانة يعني لم أقرأ من تأثيرات عن مما كتب عن منصات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها إلا وتأتي تجربة مصر في المقدمة. فهل هناك شيء من المبالغة في تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي في المجتمع وتجاوزها للصحافة المينستريم ميديا؟ اولا قبل ما اجاوب على السؤال عايز بس اجاوب على او اعلق على سؤال التخصص او التاهيل، لانه التاهيل اللي هو المطلوب في معاهد وكليات الاعلام ليس التاهيل المطلوب ليس تاهيلا متخصصا وانما تاهيل عام، بمعنى انه
هذه المعاهد وهذه الكليات عليها أن تؤهل الطالب لحاجتين. الحاجة الأولى كيف يخاطب الناس، كيف يمكن أن يخاطب المتلقي أو يخاطب الناس بشكل عام. نمرة اثنين كيف يكون مسؤولاً وهو يخاطب الناس، أو كيف يراعي المسؤولية كمبدأ وهو يخاطب الناس. الحاجتين دول لابد أنه أن يزود بهما أي طالب حتى إذا خرج ليخاطب مجتمعه كان قادراً على أن يخاطبه، وكان قادراً أيضاً على أن يكون مسؤولاً وهو يخاطب المتلقي. بالنسبة لموضوع التواصل الاجتماعي أعتقد أنه فيها تجاوزات كثيرة جدا، وربما حضرتك أشرت إليها وإلى تجربة مصر فيها، لكن يعني أنا تقديري أنه صحافة المواطن، حتى ماكويل نفسه قال في كتابه أنه الإنترنت كوسيلة لهذا الإعلام الجديد لا تعرف المسؤولية أمام المجتمع. يعني هذه العبارة ذكرها بنصها، قالوا أن هذه الإنترنت كوسيلة من وسائل أو الوسيلة التي تحمل الإعلام الجديد إلى المجتمع، هذه الوسيلة يميزها أنها لا تعرف المسؤولية أمام المجتمع. وبالتالي نحن أمام إعلام أعتقد أنه لا بقاء له، لأنه كيف يمكن أن يبقى هو لا يعرف مبدأ المسؤولية في مخاطبة الناس. الإعلام التقليدي ميزته أو إحدى مزاياه أنه يراعي الحد الأدنى من هذه المسؤولية، وهذه المسؤولية لا وجود لها يعني على مواقع التواصل لأي حد يمكن يقول أي حاجة. فأعتقد وأنه مبدأ الحرية يمكن أن يعيد القوة ويعيد التأثير إلى الإعلام التقليدي في مواجهة إعلام المواطن أو إعلام التواصل. شكراً، شكراً جزيلاً. الحديث معكم لا يمل. أقل من ثانية نبهوني أنه انتهى الوقت. أنا بس بقول أنه هذا الكتاب وغيره من الكتب إذا ما كان له بيئة يعني نستطيع تطبيق ما فيها. الآن في موجة للأسف الإعلام الخليجي يتحدث عن فقط الإعلام التنموي، يعني لا تتحدث إلا عن شيء إيجابي. الإعلام لا، يجب أن ينتقد، يجب أن يكون لديه سقف حرية حتى نستطيع أن نرتقي بالإعلام. شكرا جزيلا. باسمكم جميعا نشكر من شارك معنا، الدكتور عثمان العربي، إبراهيم الفرحان، الأستاذ عبير خالد، والأستاذ سليمان جودت، ودينيس مكويل السعودية نسميه الدكتور حمزة بيت المال. أشكرهم جميعا باسمكم، وفي جلسة قادمة. هذه آخر جلسة، مع السلامة، أنا لقيا إن شاء الله. سمحوا لنا صورة جماعية. أوكي. مع الكتاب بعد. مع الكتاب.